وإن تزلزلت الجبال وإن عصفت العواصف يثبت على الحق. تقول السائلة من المغرب: هل يجوز أن أهجر زوجي عندما يحدث بيننا سوء تفاهم، ومقصودي من الهجر عدم الكلام معه وأمنعه من لمسي؟ مسكينة، لماذا يا بنتي؟ ما علمنا أن امرأة فعلت من نساء الصحابة ولا من بعدهم أنها صنعت مثل هذا الصنيع؟ وخير ما أوصيك به أنت وزوجك، والله من وراء القصد، يجب على كل واحد منكما الاعتقاد الجازم بأن صاحبه أمانة في عنقه، يجب عليه أن يؤدي حقوقه تامة ولا يعتدي عليه ببخس حقه. هذا أول. وثانيا، أوصيكما بالتسامح والعفو عما يبدر من أحدكما من تقصير، فإذا قصرت المرأة فينصح زوجها بالعفو، ما قدر على ذلك، وإذا قصر الرجل تنصح المرأة بأنها تعفو، فالكمال لله. نعم، فإياكما كيف زوجك من نزغات الشيطان. وأذكركما بهذه الآية: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فاحذري أنت وزوجك نزغات الشيطان.